عليكم. السلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نسي استاذ نادي اللي لو فاتت وصلت سوبريز. نعم. كانوا كوسان اي ممبر دو ليغ يونايتد كوسان. نعم. بريزيدون دو لا كوميسيون دو اسوسياسيون دو جون دو جون طالون يونايتد كوسان لا ليغ دو كوسان. وي. نشكر جمعية معلمة. نعم. على الاستقبال. شكرا. نادي رياضي كبير. كل ستاف تكنيك بينهم بشنافة توفيق الشيخ اسماعيل نشكر على كمدرب كان نشوفه لاحظته بالتلاميذ الحقيقة عنده دي بون كومونيكاسيون مع ليزافون سا بون انترينور ان شاء الله نتمنى له ان شاء الله الاستمرارية في العمل ديالو ان شاء الله وهذا النادي العريق حقق نتائج على المستوى الوطني وعلى الدولي وكانت عندنا تحضيرات ان شاء الله غادي يصير ان شاء الله في تركيا ان شاء الله عن قريب تحضيرات الرياضيين ان شاء الله ان شاء الله نكلاسو على المستوى الوطني نعم ان شاء الله نتمنى من التوفيق والعمل والاستمراريه ولازم يكونوا ديبات في العمل ديالهم في الرياضه تاعهم وطبعا الاخلاق الحميده الحمد لله سواء من طرف الرياضيين او من طرف التنسيق بين الرياضيين او التلاميذ وكل شيء وان شاء الله المره الثانيه ومره كل الف مره ان شاء الله نشكر نادي الرياضي معلمه على الاستقبال ان شاء الله وان شاء الله الدوري ندعوهم المره الثانيه واللي الف مره عندي في ولايه تلمسان للتحضيرات وشكرا السلام عليكم بارك الله فيك الشيخ وملاقات خير ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم